سمعوا إطلاق نار في كثير من الثكنات، وأسطر تحكي حركة غير اعتيادية تهدد رئيس البلاد في بوركينا فاسو غرب القارة الإفريقية. كذلك تنبئ الصحف بما أتيح لها من أفق معلومات عن الوضع في البلاد. عقب ساعات ينطق ضباط في الجيش عبر التلفزيون الرسمي: عزلنا الرئيس كابوري. فقد استقال الرئيس بعد اقتياده من قبل مجموعة من الضباط من مقر إقامته إلى مكان مجهول مع رئيس وزرائه بين ليل الأحد إلى الاثنين، وفق ما أكده مصدران أمنيان. ضباط في الجيش يعلنون تعليق العمل بالدستور وحل الحكومة والبرلمان وإغلاق الحدود. كذلك تتغير الأوضاع في حركة كل انقلاب. نفى وزير الدفاع قبل ذلك أن يكون أمن البلاد مهزوزا. إنني أنفي بشدة. أولا وقبل كل شيء، لم يتم اعتقال رئيس الدولة، لم يتم تهديد أي مؤسسة في البلاد، لذلك كما قلت هذه الحركات محلية فهي مقيدة ونحن نتابع تطور الوضع. ذاك بعض من إقرار وزارة الدفاع بإطلاق نار داخل ثكنة عدة، لكن هذه السيارة بمخلفاتها الدموية صورت قرب مقر إقامة الرئيس، إضافة إلى ما سمع من إطلاق نار كثيف في عدد من الثكنات في واغادوغو بما في ذلك القاعدة الجوية وفي كايا وواهيغويا شمال البلاد وفق مصادر عسكرية. سبقت الحادث مظاهرات عدة يمتعض السكان من سوء تدبير الحكومة في التصدي لهجمات تنظيمي الدولة والقاعدة شمال البلاد، وقد بات الجنود لقمة سائغة لهم ولهجماتهم في الساحل. خلال هذا الشهر كانت هناك محاولة انقلابية، واليوم تجري مفاوضات بين من تزعموا هذه المحاولة والحكومة في البلاد، يطالبون في تسجيل صوتي حصلت عليه وكالة فرانس بريس تزويد الجيش بإمكانات متطورة لمكافحة التنظيمين وزيادة عدد الجنود واستبدال كبار الضباط في الجيش. وحتى ذاك المرام شوارع البلاد ضاجة بين محتفلين بما جرى وبين قوات أمن تحاول إسكاتهم.